عفو الله عنك يا شيخ، حكم قتل ما آذى من الحيوانات الأليفة كالهر وغيره، من حمات ايش؟ ما آذى يعني تفاقم أذاه، نعم حكم قتله. نعم الحيوانات تنقسم إلى قسمين، قسم طبيعته الأذى فهذا يسن قتله، سواء كان مما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعقرب والفار والكلب العقور، أو كان مما سواه مما يشاركه في علة الحكم وهو الأذية. ولهذا قال العلماء يسن قتل كل مؤذن، هذا تقتله إذا كان من عادة الأذى حتى وإن لم يؤذن، لأنه إن لم يؤذي هذه المرة آذى في المرة الأخرى. والقسم الثاني ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل، ولكنه ليس حراما، ليس قتله حراما، إلا أن الأولى عدم قتله. فإن آذاك فلك أن تقتله دفعا لأذاه، وإنما قلنا إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله مثل مثل عقرب، الفارة، الكلب العقور، الحية، الوزغ وما أشبهه، والذي نهى عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والسرد، والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، هذه مسكوت عنها. فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب. ثم إن بعض العلماء قال إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عز وجل، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني تلافها بحيث لا تسبح. وعلى كل حال فالحكم كما قلت لكم أولا أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذك، إن أذتك فلا بأس أن تقتلها ولو نعم.